مساء الخير الأصدقاء الأعزاء أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين. أنا دلوقتي في أرض النقابة، حبيت أشارككم اللحظة الجميلة اللي ما أسعدتنيش الحقيقة، إني لقيت أصحاب المعاشات جم ولقوا النقابة مقفولة من 6:30، من الساعة 6:30 بوجود أعضاء مجلس الإدارة اللي لم يتمكنوا من فتح النقابة حتى ومزاولة أعمالهم. أحد أعضاء مجلس الإدارة طبعا المهندس طارق عيد. مساء الخير. هو النهاردة احنا جينا نقابة عشان نمارس عملنا، كان في لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة الدكتورة سلوى ومعها الدكتورة منال، هم عشان يمارسوا أعمال اللجنة كالمعتاد، وللأسف النقابة اتقفلت بدري. أنا قبليها كنت جوه النقابة والموظفين كانوا موجودين، الموظفين اللي بياخدوا مرتبات من النقابة من فلوسنا وفلوس الأعضاء علشان يخدمونا. للأسف أنا خرجت بره، كان في أعضاء من شعبة الديكور، في منهم ناس كانت جاية تستلم جامعتها، جم قالوا لي يا باشمهندس ده النقابة مقفولة. أنا استغربت جدا، لأن لما سألت لقيت إن الموظفين جالهم تليفون من السيدة النقيبة وقالوا لها اقفلي النقيبة المعزولة عشان بس أبقى دقيق يعني. فهو دلوقتي هم قفلوا النقابة ومشيوا، ومش عارف بقى يعني هو ده بيندرج تحت أنهي بند، يعني هل هو كده ده كلام سليم؟ دي نقابة معمولة للأعضاء عشان تخدمهم وتاخد فلوس منهم واشتراكات علشان تقدم لهم خدمات وتراعي مصالحهم وتراعي مصالح المهنة، لما الأعضاء يجوا يلاقوها مقفولين وبدون أي سابق إعلان أو سابق إنذار، ودي أعتقد مش المرة الأولى، هل ده الكلام ده مظبوط؟ أنا بقول النقيبة المعزولة لسبب، لأن إحنا كأعضاء مجلس الإدارة عزلناها وسحبنا منها الثقة قبل كده في الاجتماع، واحنا عايزين نقوم بخدمه الاعضاء الجمعيه العموميه، عايزين نقوم بخدمه اعضاء الجمعيه العموميه زي ما هم انتخبونا وزي ما هم متوقعين مننا. لكن للاسف اللي بيحصل ده باتفاق من النقيبه مع بعض الموظفين مع 2 أو 3 من اعضاء المجلس، ده امر لا يليق بالنقابه ولا باعضائها ولا باي مكان في الدنيا، وللاسف ده شيء مؤسف جدا انك تلاقي النقابه بهذا الشكل بالشكل ده يا جماعه. ده غير طبعا المنظر، واحنا دلوقتي الساعه 8 يا ريت تكونوا شايفين معانا. ده غير طبعا المنظر الذي لا يليق يعني بالابواب النقابه الفنيه التشكيليه اللي انا اتكلمت عنه قبل كده. ما ينفعش يبقى نقابه هي روح الفن وهي اللي بتبث الفن، شايفين المنظر والجمال في البلد وفي مصر، يبقى هو منظر الابواب بتاعتها والحوائط الداخليه كمان حاجه مؤسفه جدا تبقى بهذا الشكل. فانا اسف جدا. الشيء اللي المني كمان يا باشمهندس، الفنانات الكبار اللي جم علشان يقبضوا معاشهم ويلاقوا المنظر كده ويلاقوا الدنيا مقفوله في وشهم، ممكن نخش في النور جوه الحديقه. في عضوه جت من شعب الديكور عندها حاجه و70 سنه بتقول حرام انا كنت جايه علشان استلم، وان هي كلمتهم في التليفون وقالوا لها تعالي استلم النهارده، وعضوه تانية كانت جايه تستلم الكارنيه بتاعها بتقول ان هي جت قبل كده من فتره، وللاسف برده كان نفس المشهد ده النقابه مغلقه، فهي مش عارفه يعني تقول لي انا هستلم الكارنيه بتاعي امتى، السنه قربت تخلص يعني. فيعني فمش عارف، حاجه مؤسفه جدا والله. يا رب تكونوا شفتوا معايا المنظر. هنخش دلوقتي على دكتور عادل وكيل النقابة اللي شرف النهاردة علشان يمارس مهام وظيفته كوكيل للنقابة، وطبعا لقى النقابة مقفولة برضو، ولما سأل الأمن الحقيقة قالوا له مفيش أي قرارات أمنية تستلزم إغلاق النقابة، لكن المسألة كانت قرار من السيدة النقيبة. اتفضل يا دكتور عادل. لا، هو قرار فردي كالمعتاد خاص بالسيدة الدكتورة صفية بقفل النقابة إغلاقها فجأة بدون طبعا سابق إنذار. طبعا لو المجلس عنده علم بأنه هيتقفل مش هنيجي، لأن كل واحد هنا له مهام، احنا هنا 10 أعضاء المجلس كل واحد له مهام جاي يأديها في مجالات الصحة والمجال الاجتماعي والثقافي وغيره، وأنا كوكيل المفروض أوقع شيكات، فمجرد ما بيشوفونا بيقفلوا الباب ويضلموا ويجروا، بعدين يقولوا اصل في اوامر من الامن.
طبعا انا تواصلت مع الامن فقالوا لي احنا ملناش علاقه خالص وما اديناش اوامر بقفل النقابه، فبس كنت اتمنى انها تستمر مفتوحه لان في زملاء كتير اعضاء نقابه جايين يقبضوا المعاش وجايين من اماكن بعيده ويمكن كانوا قاعدين معانا دلوقتي، انا ما اعرفش هم لسه موجودين ولا مشيوا. فطبعا ده معاناه بالنسبه للفنانين. المفروض ان النقابه ليها مواعيد ثابته مكتوبه على الصفحه نلتزم بيها، وكل فنان عايز يجي له مصلحه او يقبض او لجنه قيد او غيره لازم يقضي مصلحته، يعني دي شغلتنا احنا جايين لخدمه الفنانين وليست لعرقله مصالحهم وعرقله امورهم. يعني مشكور يا دكتور عادل. لا تحت امرك. والعرقله اللي بتحصل لحضرتك اكيد مش هتستمر كتير. طبعا في اجراءات قانونيه وان شاء الله خير يعني ان شاء الله. استاذنا استاذ عز الدين نجيب كمان جاي يخلص مصالح جوه النقابه وهو القامة والقيمة، وطبعا لقى النقابة برضو مقفولة لأنه هو داخل في الكوريدور طفى نور النقابة واتقفلت. اتفضل يا أستاذ عز. هو طبعا أمر مؤسف جدا أن نيجي بيتنا ونلاقيه مقفول. النقابة هي بيت الفنان، فيجي يلاقي الباب مقفول أو يتقفل في وشه بمعنى أصح، لأن هي كانت مفتوحة قبل ما على وشك الدخول طفى النور. وده يعني خلينا نقول هل هي بالفعل تمثل الفنانين؟ المفروض النقابة بالانتخابات بأعضاء الجمعية العمومية مش إدارة حكومية، ده بأصوات الفنانين. ولذلك اللي حصل النهاردة واللي للأسف الشديد تكرر أكتر من مرة هو إهانة لكل أعضاء النقابة اللي يزيد عددهم عن 6000 من المسددين فقط، وهناك ثلاث أضعاف هذا الرقم من أعضاء النقابة اللي امتنعوا عن تسديد الاشتراكات لإحساسهم بأنها ليست نقابتهم. وأنا دلوقتي أقدر أقول إنهم معذورين إنهم يشعروا بهذا الشعور. مع الأسف. بشكر حضرتك يا أستاذ عز. دكتورة سلوى، طبعا الفنانة الجميلة الكبيرة وأحد أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة منال شلتوت، اتفضلوا احنا لايف. دكتوره سلوى، ايه رايك في قفل النقابه والناس اللي جت تقبض معاشها ولقيت النقابه مغلقه في وشهم دلوقتي؟ ده دليل على ايه؟ احنا كنا جايين النهارده، كان عندنا لجنه الرعايه الصحيه وكنا جايين عشان نخلص امور الشيكات للناس اللي هم المرضى عشان نخلص لهم المستحقات بتاعتهم، ففوجئنا بيهم بيقولوا لنا اننا محددين ميعاد اللجنه. لا ولا كل انا كنت جوه وطفى النور عليا، يعني قاعده اشوف المحاضر وبشتغل فيها، بصيت لقيت حركه عجيبه قوي وبسرعه وطفى النور، معلش دكتوره تعالي يوم تاني، وهوب هوب وراح ماشيين وقافلين الدنيا. حاجه عجيبه جدا يعني، ما عمرنا ما شفناها ولا عمرنا ما شفناها. اتقفلت من الساعه 6 وشويه، 6 وثلث، 6 ونص، 6 وشويه اتقفلت. هم بصراحه اول ما بيشوفونا بيخافوا، بس مش عارفه ليه. وان احنا جايين نعمل، احنا عندنا لجنه وجايين نعمل نخلصها، ده المرضى وكل احتياجات المجتمع احنا ماسكينه، نعمل ايه يعني؟ مش عارف. مشكورين أعضاء مجلس الإدارة العشرة، وهنرجع تاني بقى لأعضاء الجمعية العمومية. أشوفكم على خير كمان 3 دقايق. على فكرة احنا جايين كمان نعمل شغل مهم جدا. لا قفلت.